نشوف التداعيات في الفترة الأخيرة. وهني بالمناسبة ذي أختي حذارة دقيقة برك، راني أدين كل تحت مسميات وشعار التحركات الاحتجاجية اللي باش تتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، هذا مرفوض. ولكن نحن مع الاحتجاجات المنظمة في 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 في, في كما نقولوا فيها في, في النهار، فهمني الناس كلها من حق باش تحتج تعبر على رأيك ضد البطالة، ضد التهميش، ضد الفقر، تدافع على الحريات، تدافع على كذا. هذا ما يسماش هذا خلع والنهب والسرقة والتدمير، هذا ما يكونش كذا. وراو الصغار الشباب نتاع تونس اللي عمرهم 16 سنة و 15 سنة ما لهم إلا في الصورة، معناها في الفساد موجودين. أما من وراء هذا ومن حرك هاتي شو الأشياء. شو نتاعك مع السؤال هذا؟ سؤال نتاعي بفعل فاعل، وثم وراهم ناس اليوم شكرا. المؤسسات انا ما عنديش اجهزه الدوله، اما اجهزه الدوله اليوم يخطونا مكن المصطلحات، معناها اطراف واطراف، سمي الامور بمسمياتها، خلي كل انسان يتحمل مسؤوليته. وكما السيد رئيس الجمهوريه اللي يقول اني اليوم اني نطلب كيف كيف، وقلت سمي لي الاشخاص وسمي لي الناس اللي تخدم في الغرف الظلماء وسمي لي الناس اللي تعطل في العلاقات الخارجيه، سمي الامور بمسمياتها. واليوم رئيس الحكومة قلت له البارح في اتصال هاتفي معاه اليوم أعطينا، قال لي خاطر حديث في الهاتف، قلت له لا سميه للرأي العام ويكون حديث رسمي وصادر نابع على أجهزة الدولة اللي باش كل طرف يتحمل مسؤوليته في هذه الفترة الحرجة والفترة معناها الصعبة اللي تمر بها تونس. احنا الحوار عن البلون آ الاتحاد وعن البلون بي راهو جاهزين وحاضرين، وماناش نستنوا في زيد ولا عامر باش يعمل علينا مزية في حوار. هاو اليوم كل واحد سيتحمل مسؤوليته التاريخية في الوضع اللي قاعدين نوصلوا له، وراي التجربة حتى الديمقراطية دي في كل جوانب، كيما الناس اللي تحب ترجعك للقرون الوسطى والقرون الحجرية ولا سبيل إليه، وكيما الناس اليوم اللي تحب ترجع لك كيف كيف إلى عهد بدون تقييم ودون معنى أخذ ما هو إيجابي وما هو سلبي وسبل تجاوز الصعوبات، وكيما كل واحد إيش يحسب حسابه. عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، وتونس ستظل تونس، معناها فهمني ناسعة بحرايرها وبشبابها وبرجالها، ولن تحيد على الخط معناها البرجيبي، الخط معناها الإصلاحي، الفكر المتنور والفكر التقدمي. وفي الاتحاد ما يزايد علينا حتى حد في فكرنا التنويري وفكرنا التقدمي. وراك طرحنا الحوار، ماناش كيما البعض يقول لك سيرسكلوا النفايات ولا غيره. يا سيدي من غير حوار ايش نطيحوا؟ نطيحوا الزقوفات